كل المنشآت تبني استراتيجيتها على الاستمرارية وتسعى دائماً أنها تحفظ بياناتها عشان تستردها في حال وقوع كوارث ومخاطر ما هي في الحسبان لا قدر الله. STC تقدم لك حل آمن وموثوق يدعم استراتيجيات استمرارية الأعمال من خلال مراكز بياناتنا السحابية. Disaster Recovery as a Service توفر على منشأتك تكاليف عالية لإنشاء أنظمة تعافي خاصة تتطلب أجهزة وبرامج ضرورية، لأنك تستأجر بس اللي تحتاجه منشأتك وتلائم كل أنواع الأعمال بما في ذلك الخدمات الحرجة، وتعتبر خدمة سهلة تقنياً لأن الفريق التقني لمنشأتك ما يحتاج يتعلم كثير عنها ولا يدخل في تفاصيل معقدة. وبين فترة والثانية نسوي اختبار DR اللي هدفه التأكد من أن الخدمة تعمل بالشكل الصحيح بدون مخاطر محتملة. Disaster Recovery as a Service، إدارة ذاتية بديهية للتعافي من الكوارث واسترداد الخدمات بسرعة وسهولة. تتميز بالمرونة التامة في اختيار الحجم المناسب للبيانات وقابلية التوسع حسب ازدياد الحاجة، مع الدعم الفني المستمر في كل وقت عشان تضمن أن أعمالك مع خدماتنا دائماً تستمر أكثر وتروح أبعد. ولمزيد من المعلومات اتصل على 909 أو تواصل مع مدير حسابك أو قم بزيارة stc.com.sa/business.